بس توفيق يا بابا. ماله توفيق؟ توفيق في ظروف صعبة اليومين دول، وأنا ما أقدرش أسافر وأسيبه. يا ستي على بال ما ترجعي يكون بقى كويس. وبعدين إذا كنت عايزة تتفسحي معاه لما تتجوزوا ابقوا اعملوا اللي أنتوا عايزينه. أجهز الرحلة يا صفوت بيه. مع السلامة يا عادل بيه. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. بابا أنا مش هسافر. كده تبقى بنت حبيبتي في صحيح، ما يتخافش عليكي أبدا. بس أنا خايفة بابا يزعل مني، أنا مش عارفة أتصرف إزاي. ما تخافيش أنا هتصرف، ولو اضطريت أروح له هروح له. رايحة فين يا هدى؟ أروح لصفوت، أصله بيضغط على هالة إنها تسافر معاه برا، لكن بنتي رفضت. والسفر ده بمناسبة إيه؟ حجة عشان يبعدها عننا والسلام. وده مين اللي جاي دلوقتي؟ السلام عليكم ورحمة الله. بابا تسمحي لي أدخل؟ طبعا يا بابا اتفضل. مدعين اللي جابه شو وقته. أهلا أهلا صفوت بيه. أهلا وسهلا يا حاج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا هدى هانم، إزاي الصحة فن؟ أهلا وسهلا. الحقيقة أنا جاي يعني أعرض عليكم مشكلة خاصة. تسمحي يا هالة تسيبيني مع ماما هدى وبابا الحاج همام؟ حاضر عن إذنكم. تفضل. اتفضل 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 يا تفضل يا فندم. تحب تشرب ايه؟ لا مش وقت دلوقتي. في الواقع انا جاي علشان اعرض عليكم مشكلتي مع هاله، واسيب لكم الحل اللي تقولوه اللي يرضيها ويرضيكم. اكيد حكايه السفريه اللي عايزها تروح معاك. لا مش هي اللي هتروح معايا، ده انا اللي هروح معاها عشان ما تبقاش لوحدها. انت ما تعرفيش حضرتك ان هاله دلوقتي اصبحت صاحبة شركة سياحة كبيرة، وعندها مسؤوليات وعندها التزامات وعندها حاجات كتير. ايوه عارفة، بس ده دخله ايه بالسفر؟ في عقود لازم تمضيها مع شركات اجنبية هناك، فانا هسافر معاها علشان اوريها ازاي تمضي العقود دي وازاي تتعامل مع الشركات الاجنبية دي. وقلت بالمرة افوت على الدكتور فايهايزر، الدكتور بتاعي، يعمل معايا شيك اب، واذا كان الحاج همام يحب يسافر يسافر معاها، بس المهم هي تسافر. يا ريت كنت افهم في السياحه كنت سافرت معاها، لكن انا ما بفهمش غير في المقاولات. والشركات دي مش ممكن تيجي هنا؟ انا هسيب الرد ده للحاج هو يرد عليكي بقى. وايه المطلوب مننا يا صفوت بيه؟ اذا كنتوا شايفين في مصلحتها انها تسافر اقنعوها، اذا كنتوا شايفين العكس انا ما عنديش مانع، بس اللي تقرروه قولوا لي عليه وانا موافق. استأذن انا بقى علشان تفكروا براحتكم، بس المهم حطوا في اعتباركم مصلحة هالة اولا واخرا. يا ماما انا ما اقدرش اسيب توفيق. هو توفيق هيضيع؟ هو توفيق صغير يا ماما؟ توفيق حالته وحشة قوي، فقد الثقة بنفسه. متخيل ان خطوبتنا بقت حمل تقيل عليه، وانا لو سبته وسافرت يبقى واقول له تخلص من الحمل ده. ما تخافيش يا هالة، توفيق ما يقدرش يستغنى عنك. نهى كان معاها حق، توفيق بييأس بسرعة وأنا مش قادرة أعمل له أي حاجة. نهى، نهى بنت عادل عزيز. ها؟ أيوة يا ماما، نهى طلعت فهمها أكتر مني، وأنا مش عاوزاها تحس إن لما فشلنا سبت وسافرت. يبقى لازم تروحي له وتكلميه بمنتهى الصراحة، ولا أقول لك هاتيهولي؟ لا يا ماما، حضرتك ممكن تقولي له أي كلمة تزعله. لازم توفيق يثبت انه راجل وقد المسؤوليه ويتحدى اي صعوبات، ما يبقاش مهزوز بالشكل ده. وانت لازم تسافري وتشوفي شركتك وتمضي اوراقك بنفسك علشان تتعلمي. افرضي بعد ما اتجوزتي حصلت لك ظروف بالشكل ده، تقدري تقولي لي هتتصرفي ازاي؟ المشكله يا ماما ان دي اول قضيه، يعني بدايه الطريق. طب ما انت كمان شركتك في بدايه طريقها، مش معقوله تعلنوا فشلكم انتوا الاثنين، دي تبقى مصيبه. معاكي حق يا ماما، اهو على الاقل لو حد فينا وقع التاني يسنده. برافو عليكي، انا عايزاكي تفرفشي كده وتتصلي باباكي في التليفون وتقولي لي انك قررتي السفر. تبقي غلطانه يا هاله، انا ما استاهلش انك تضيعي مستقبل شركتك علشاني. ليه بتقول كده يا توفيق؟ ارجوك كفايه، حرام عليكي تعذبيني اكتر ما انا بتعذب. انا بعذبك؟ ايوه حبك بيعذبني، اني مش قادر اعمل اي حاجه اثبت بيها لنفسي اني استاهل الحب ده. انا لو دورت في الدنيا دي كلها على حد يستاهل حبي مش هلاقي غيرك. تبقى عبيطة على ايه؟ عملتلك انا ايه عشان تقولي الكلام ده؟ بصراحة انا لو مكان صفوت بيه
كنت منعتك انك تبصي في وشي. ليه بتقول على نفسك كده يا توفيق؟ لاني اقدر الناس بنفسي، لاني فشلت وضاع مني الامل اني اقدر في يوم من الايام ابني لك البيت اللي ممكن تعيشي فيه. انا فشلت اكون محامي. خلاص سيب المحاماه خالص وتديري الشركه بدالي. لو افترضنا ان انا قبلت اكون جوز الست، وده مستحيل، مش يمكن اغلط غلطه تانيه واضيع لك شركتك؟ حرام عليك يا توفيق، ليه الياس ده؟ هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه اللي حرقه دمي من يوم القضيه وصعبان عليا اقولها لك. انا وانت يا هاله ماشيين في طريق مسدود. مش مهم، المهم ان انا اكون معاك وبس. انا مش شايف اي امل. بابا وعدني انه مش هيسيبك فريسه للياس، واكيد لما تحاول معاه عند اكتر من محامي هتنجح. كل ده بيعمله عشان خاطر عيونك انت. لانه عارف انك عيوني انا. سافري يا هالة، سافري واسمعي كلام صفوت بيه. والدك اللي بيحبك وبيتعب علشانك، حرام تظلميه وتهملي في الشركه اللي هو جبالك. بس توعدني لما ارجع الاقيك عديت المرحله دي وفكرت صح في مستقبلنا. مؤكد يا هالة، مؤكد. لو في افواج هتوصلكم للشركات اللي بنتعاقد معاها يعني انا هبلغ. واحنا مستعدين لاكبر عدد. شكرا يا سيدي، شكرا. عفوا يا فندم، في حفظ الله. الشركه امانه في رقبتك. في عينيا الاثنين. طيب طيب، اشوف وشك بخير. ما تقلقش من اي حاجه. طيب. على السلامه. يلا يا هالة، هالة يلا. ارجوك يا توفيق، مش عايز امشي وانت بالشكل ده. طب أرجوك تبي تحاولي تطمنيني على نفسك. أخباري كلها هتكون عند ماما، ياريت تكون عندها في البيت لما أكلمها عشان أقدر أكلمها. إن شاء الله هحاول. خلي بالك من نفسك. خاطر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. يعني ما قلتيش ولا كلمة؟ سمعتك للآخر وفي نفس الوقت كنت جعانة جدا. نوه، أنا محتاج أسمع رأيك. أنا حاسس إن هالة ما اتخلقتش علشاني وإني بظلمها معايا. يا ترى لو كنت كسبت القضية كان هيكون برضو ده رأيك؟ لا، ساعتها كان هيبقى عندي أمل أثبت لنفسي إني استحقها. يبقى لازم تفكر ليه أنت فشلت قبل ما تفكر ليه عايز تسيب هالة. لأن الشاهد ما جاش وخذلني. ليه؟ ليه ما حاولتش تدور وراه؟ ليه ما حاولتش تدور على أمل يصحح غلطتها؟ ما هو دكتور الفولي رفضني. ماليش دعوة بالفولي، دي قضيتك أنت. تقدر تقولي إزاي هتتخلص من عقدة الذنب اللي جواك من غير ما تبذل كل مجهودك في القضية؟ ما خلاص اتحكم فيها. مش حكم نهائي. أنت لو قدرت توصل للشاهد وتعرف سبب هروبه منك يمكن تقدر توصل لحاجة تفيد دكتور الفولي في الاستئناف. تفتكر يا نهى في أمل أثبت براءة عبدون؟ لازم تبذل كل جهدك وانا متاكده انك هتوصل لنتيجه. صح يا نهى، عندك حق، انا كان لازم اعمل كده بدل ما اقعد اندب حظي واشوف الشفقه وهي بتقتلني في عيونها. هالة، اهم حاجه اياك تفكر التفكير العيالي ده وتقول اسيب هالة. غصب عني والله، معرفش الدنيا سودت في وشي مره واحده. وحبها ليك مش حرام؟ ما دي المصيبه يا نهى، هالة بتحبني بشكل غريب لدرجه ان انا مش عارف اعمل ايه عشان اديها حقها. لازم تحبها اكتر يا توفيق. صح، ممكن اكل بقى، بس انا لما شفتك بتاكلي نفسي اتفتحت على الاكل خالص. السلام عليكم يا مجدي باشا. اهلا اهلا حامد بيه، اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا بيه. ايه يا سيدي، يعني ما سالتش في اخوك الغلبان؟ ده احنا اللي غلابه يا حامد بيه. ده انا وضبت لك شقه وحجزتها لك، انما ايه زي الفل. الشقه. الله، ايه جرى ايه؟ انت غيرت رايك ولا ايه؟ ولا تكونش لغيت الخطوبه؟ لا ابدا، ده انا حتى هدخل على طول. تبقى مستعجل على الشقه؟ بصراحه مستعجل ايوه، بس خايف تقطم وسطي في سعرها. هي مش تمليك برضو؟ تمليك علشان خاطرك. بس هتاخد مني كام عشان ابقى عامل حسابي؟ مش لما تشرفني وتعينها ونتفاهم؟ ايوه بس انا احب التفاهم يبقى في المعقول يعني. راعيني ايراد، أرأيك 24. أوكي.
اهلا يا استاذ توفيق. ازيك يا عم رجب؟ الله يبارك فيك. والله العظيم وحشني. ده انت اللي وحشني قوي يا ابني. اهلا وسهلا. الله يخليك يا عم رجب. الله الله الله. ايه ده كله يا عم رجب؟ انا شايف الحب مقطع بعضه. الاستاذ توفيق وحشني قوي يا فندم. اهلا اهلا. ازيك يا توفيق؟ ازاي احوالك يا ابني؟ الله يسلمك يا فندم. والله انا جاي لك ومكسوف من حضرتك. بالعكس، ده انا والله اللي حاسس بالذنب من ناحيتك. انا رحت للبواب وقال لي على كل حاجه وعرفت غلطتي. صح، عشان بعد كده تبقى تتاكد من الشاهد بتاعك قبل ما تقف قدام القاضي. لكن تتاكد ايه بقى؟ ما انت خلاص ناوي تسيب المحاماه بدري. بس انا امل يا فندم ان حضرتك تديني فرصه تانية، وباذن الله هكون عند حسن ظنك. ايه فرصه تانية؟ انت بتقول ايه يا توفيق؟ انا عارف ان غلطتي كبيره، بس انا طمعان في ابوه حضرتك وواثق ان قلبك كبير. الله، هو حماك ما قالكش؟ ده انا رحت بنفسي لحده علشان ترجع شغلك. قال لي لا خلاص توفيق ناوي يسيب المحاماه ويبقى رجل اعمال مهم. صفوت بيه؟ صفوت بيه قال الكلام ده؟ انا مش فاهم موقفك يا توفيق. بس انا فندم انا بحب المحاماه وما اقدرش اشتغل شغلانه تانية، وطمعان ان انا اخد فرصه تانية اثبت فيها وجودي. اتفضل اتفضل يا ابني. ده اتفضل يا توفيق، بس على شرط تحفظ اسمي وسمعه مكتبي وانت بتمثلني امام هيئه القضاء. يا دكتور حضرتك كنت استاذي، وانا نفسي ان انا اثبت اني اسهل اكون ابنك واكون تلميذك. بكل سرور، على بركه الله. خد دي قضية مهمة بتاعت إنسان أنا واثق من براءته، وشطارتك تثبت البراءة دي. شكر شكر قوي يا دكتور، وإن شاء الله حكون عند حسن ظنك. صباح الخير يا بابا. اهلا اللولة. ازاي؟ عارفة اتفقت لك مع 4 شركات لحد الوقت. ارجوك يا بابا تخلص الموضوع ده بسرعة، انا بقالي 4 ايام هنا في لندن ما شفتش غير الشركات السياحية. هتروحي مني فين؟ رؤوف انت فاكرة يعني انك لما تسواغي انت وباباكي مني انا مش هعرف اوصلك؟ انت عرفت مكاننا هنا ازاي؟ انا حافظ اوروبا كلها شارع شارع، حارة حارة، زقاق زقاق. بطل كدب بقى، هو هنا في لندن في حواري؟ انا حسبت لك، وطالما جيتي هنا بقى تبقي وقعتي في صميم اختصاصي. ولا صفت بيه سبقني وفسحك؟ يا ربي صدقني صدقني، انا جيت لندن يجي 1,000,000 مرة ما عرفتش فيها غير 3 حاجات: الاوتيل والمستشفى ومكتب القديم اللي هنا. وهلا سباها يا عم في الكلام ده. عموما تتعوض، انا مش هخليك تسيبي لندن الا لما تشوفي كل صغيره وكبيره فيها. على العموم كويس انا لقيتك، لان مضطر اخش المستشفى اعمل عمليه عند الدكتور بتاعي دكتور فايهايزر، وهغيب مده يعني مش عارف كنت اودي هلا فين. عمليه ايه يا عمي بعد شهر؟ لا لا عمليه بسيطه هتاخد 2 يومين واخرج زي الحصان. بس احنا يا بابا مش ممكن نسيبك. يا امي دي فرصه عشان رؤوف يفسحك في لندن، وبعدين علشان نلحق ميعادنا كمان في باريس يوم الاربعاء الجاي. لا يا عم لا، احنا مستحيل نتحرك خطوه واحده من غير ما حضرتك تبقى معانا. ايوه يا بابا احنا مش ممكن نروح اي مكان من غيرك. ربنا يخليكوا ليا. لكن انت عرفت منين يا رؤوف ان احنا هنا في لندن؟ مش توفيق اللي يتراجع، لازم تثبت للفولي انك جدير بثقته. خايف افشل تاني، ساعتها هتكون نهايتي. لو فشلت هستخسر كل دقيقة قعدتها معاك، ومش هثق بحد تاني بعد كده. يا رب. ربنا معاك. يلا يا توفيق يلا. ايوه يا فندم، انا هشام صفوت. مظبوط. طب لحظة واحدة مجدي، احنا في معانا مقاول اسمه العجرودي. ايوه، وانا خلاص رفضته. ايوه يا فندم، هو في الحقيقة كان موجود معانا وانا خلاص رفضته. ليه؟ ليه يا مجدي؟ اكتشفت انه حرام ففسخت العقد معاه وكلفت مقاول تاني بالتنفيذ بداله. انا اكتشفت انه حرامي، وفي الحقيقه انا ما بشغلش حراميه عندي. لا لا اطمن يا سعاده الباشا، الشغل كله ماشي تمام وزي الفل. مع الف سلام. مين ده؟ استاذ غزولي وكيل الوزاره؟
صح، وعرفت ازاي؟ اصله فاتح صدره جامد قوي للشكاوي بتاعت مقاولين التنفيذ. يا ريت حضرتك تكون حازم معاه وتفهمه اننا ما نحبش حد يتدخل في شغلنا ابدا. ايوه بس انا مش عايز ازعل حد في غياب بابا. يا هشام بيه يا هشام بيه، ده انت هنا الكل في الكل. في الحقيقه انا من غيرك ما كنتش عارف هعمل ايه يا مجدي، وشكري سايبنا ليسين ومش عارف بيزوغ يروح فين. انا بقى عارف، هو بقاله شهرين كده من يوم صفوت بيه مسافر وهو عمال يحرب ورا همام بيه. حاج همام ليه؟ اقول لك بس ما تقولش لحد اني قلت لك. اتكلم يا مجدي ما تخافش. معطلوا البرجين الكبار اللي بيعملهم ومسلط عليهم مقاولين التنفيذ عشان ياخروا ميعاد التسليم، والظاهر والله اعلم الله اعلم ان دي اوامر صفوت بيه. مش ممكن، هو بابا صحيح بيكره يا الحاج همام، لكن مش ممكن يسمح لحد يضره. اهو كده بقيت تستحق تكون ابني وتلميذي كمان. وانا عمري ما حنسى فضلك عليا. انا لو ما كنتش واثق انك تستاهل المساعده ما كنتش ساعدتك، والحمد لله ثقتي في محلها. لا وايه، براءه من اول جلسه. اكيد انت نهى صاحبه الصوت الجميل في التليفون. اقدم لك يا دكتور الانسه نهى، بنت عادل بيه عزيز امبراطور السياحه. واضح من جمالها جمال سياحي. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. متشكره قوي. توفيق، انا لازم امشي لحسن بابا يقلق عليا. ما تخافيش يا نهى، عادل بيه طول ما عارف ان انت معايا عمره ما يقلق. لا بس انا عندي شغل كتير في الشركه ولازم اخلصه. طب استنيني لحظه واحده وحاجي معاكي. لا خليك انت، وانا اول ما هخلص شغل هكلمك. السلام عليكم يا دكتور. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة نو. مع السلامة. واضح انها بتعزك قوي يا توفيق، وكانت خايفة عليك. اصلنا متربيين سوا. على فكرة نوع هي اللي خلتني اجي اقابل حضرتك واطلب منك فرصة تانية. اتفضل يا ابني اتفضل يا سلاح. على فكرة لو ما كنتش خاطب كنت قلت لك انك لو اتجوزت واحده زي دي هيجي يوم وتبقى حاجه كبيره. عندك حق، بس للاسف جوازي منها شيء مستحيل، ولولا كده ما كنتش فكرت في واحده تانية غيرها. ليه؟ اخوات في الرضاعه؟ لا بس يعني طول عمرنا بنشتغل عندهم، ابويا كان مدير حسابات شركه ابوها. وايه يعني؟ دي حاجه ما تفرقش منكم؟ ايوه بس لما الخزنه تتسرق ابويا اتهم بالسرقه ويدخل السجن، الشركة تفلس وتضيع بسببه، يبقى لازم يكون مستحيل. ايه؟ الخزنة تتسرق وممكن يتسجن والشركة تفلس؟ لا لا لا، ده انت بقى تحكي لي الحكاية بالتفصيل. يا شغلانة يا جابر، ما تسيبني في حالي بقى. ما اقدرش اسيبك يا شكري بيه، ده انت اللي حاميني ومتويني. وانت جازات يعني؟ كل شوية تبعت لي؟ كلنا متعلقين في طوق واحد يا شكري بيه، بس الفرق انتم مقابلين على وش الميه وانا الغرقان، لكن يوم ما احس ان حفطس لازم نغرق كلنا، انا وانت والمحامي وسمير بيه. ايه يا جابر لازمته ايه الكلام؟ سمعت ان حسن صيام خرج من السجن، واظن بقى من حقق اب على وش الدنيا واتمتع بنصيبي بعد القضيه ما خلصت. نصيبك؟ نصيبك ايه يا ابو النصيب؟ نص اللي كان في الخزنه. 100,000 جنيه؟ مش كتير شوية عليك يا جابر؟ انت ناسي يا اخي المصاريف اللي صرفتها عليك والمحامي اللي جبتهولك عشان يلقنك الكلام، كل ده ببلاش؟ 500,000 جنيه ده نصيب يا شكري بيه، ولا فاكرنا عبيط؟ انا قعدت 10 سنين ساعي في الشركة واعرف ان فيها ورق قيمته اكتر من الفلوس. يا سلام، ده الورق ده كله بعته بالخسارة، بعته بملاليم. ماليش دعوة، انا نصيبي 500,000 جنيه، لاني خلاص نويت اسيب البلد خالص واريحكم مني ومن شري. وهتروح فين كده بقى ان شاء الله يا سجابي؟ هسافر لاخويا، هشاركه في قهوه واعمل معلم بقيت عمري، يا اما اقعد هنا وادخل السجن بمزاجي ومش لوحدي. ايه قلت ايه؟ حاضر حاضر عناي، بس اديني فرصة يا اخي اطلع لك الفلوس. براحتك يا شكري بيه، بس ما تطولش لان انا خلاص ابتديت اسأل بالكامل. اللهم صل على حضرتك.
دوب تمن الشقه. عايز فلوس ولا حاجه اخويا؟ فلوس؟ الله يخليك يا مجدي، شايلك العوزه اصيل. اؤمر. لكن قول لي يا مجدي، الفلوس دي كلها جبتها من الهندسه؟ هندسه؟ من شغلي مع صفوت بيه. ليه لا مؤاخذه؟ الراجل ده بيرمي فلوسه بالعبط كده؟ بالعكس، ده بيخاف على المليم، لكن حرفنه اخوك بقى ودماغه هي اللي بتخلي المليم يبقى باكو. حرفنه؟ ايوه. اخ بخاف قوي من الثقه الزايده دي، تبقى هتقع يا صاحبي. ما تخافش عليا، قبل ما اقع هكون قالب عليها وطيها. ده انا مجدي حمامه. اولا شغل صفوت بيه كله من تحت الترابيزه، ثانيا اخوك هو همزه الوصل. ولما يلبسوك قضيه رشوه يا سي همزه يبقى العمل ايه؟ ليه؟ هو انا عبيط ولا تلميذ؟ دي حرفنه يا عبده، حرفنه ودماغ شغاله مش اي كلام. عندك النهارده مثلا انا كنت بتفق مع المقاولين بتوع التنفيذ اللي هيشتغلوا باسمنا في المشروع، بالاضافه لمتعهدين المون. عارف طلعت منهم بكام؟ كام؟ كام يعني؟ 10 بواكي؟ 10 بواكي ايه؟ واحنا بنلعب؟ دي قريه سياحيه، قريه سياحيه يا عبده مش اي كلام. عموما انا مش عايز اخضك، عايز اطمنك عشان تعرف ان اخوك خلاص عدى الفقر بصاروخ. الخوف ولا الصاروخ ده يفرقع فيك يا مجدي؟ حكم المثل بيقول ما طار حمام وارتفع الا كما طار سقط. وانا لسه قلقان عليك يا واد. تقلقش عليا، تقلقش عليا يا عبد اخويا. طول ما انا مغمض عينين شكري واكل عقل هشام انا في الامان. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ دكتور فايهايزر يا هاله هو اللي هيعمل العمليه، ولو كان حد تاني انا كنت اشك في كلامه. العمليه المره دي خطيره، ولازم اخلص ضميري قبل ما اخش اوضه العمليات. يا بابا انت حياتك عندي اهم من اي حاجه في الدنيا. ايوه يا ستي، ايوه يا ستي، بس لازم اطمن عليك وعلى مستقبلك. مش يمكن يحصل لي حاجه كده ولا كده؟ بعد الشر عليك يا بابا، بس انت عارف ان انا بحب توفيق. يعني ارفض رؤوف ولا اديكي فرصه تفكري؟ يا بابا رؤوف انسان كويس، انا ما قلتش حاجه، بس توفيق انا بحبه وما اقدرش احب حد غيره. يا امي يا امي، انا مستخسر شاب زي رؤوف ده. انا انبسطت جدا لما جه طلب ايدك مني، حسيت بالامان. طب وتوفيق اللي محتاجني جنبه يا بابا؟ يا حبيبتي ما انت وقفتي جنبه 10 ايام بعد ما خسر قضيته، وكانت النتيجه انه استحلى الهزيمه. ازاي اطمن عليكي مع واحد بيستحلى الهزيمه؟ الصدمه كانت جامده عليه جدا يا بابا. لان عظمه طري، انما رؤوف بودي بيلدينج، عظمه جامد وناشف. يا بابا توفيق ده حبي الوحيد، انا ما اقدرش احب حد غيره. صدقيني يا هاله، لو توفيق حس في لحظه انه مش قادر يوصل لمستواكي هيلعن حبكم، وبعدين هتبص تلاقي نفسك ندمانه على انك ضيعتي شاب زي رؤوف. ادخل. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. صباح النور. اهلا. يا ترى يا عمي العزيز عامل ايه النهارده؟ لا كويس الحمد لله. اسال دكتور فايهايزر على ميعاد العمليه. يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. طيب هسيبكم 10 دقايق، انا عند الدكتور. ها؟ طيب. لا يا بابا انا بحب توفيق، توفيق في دمي. معلش يا ماما اعذريها علشان خاطري. انت كدابه يا سماح، كل يوم تفضلي تقولي لي هتتكلم هتتكلم هتتكلم، وهو فات 10 ايام وما اتصلتش فيهم ولا مره. دي اوروبا برضو يا ماما، وهلا اول مره تروح، واكيد مبهوره بكل الحاجات اللي بتشوفها. لو كانت بتعزني صحيح، ما كانش في حاجه في الدنيا تشغلها عني. ما انا جنبك اهو يا ماما، سايبه كل شغلي وقاعده معاكي. ربنا يخليك ليا يا همام، هو اللي حاسس بيا ومش عاوزني اقعد لوحدي. وحتى بابا لو قال لي محتاج لك هقول له ابدا ما اقدرش ابعد عن ست الحبايب. Thank you very much. رؤوف قول لي ايه الدكتور كان بيقول لك ايه؟ انت عاوزه الصراحه؟ طبعا. صفوت بيه مش هيقدر يدخل اوضه العمليات،
لأن العملية فيها خطر أكيد على حياته. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. يعني هو ملوش غير بعض المسكنات والأدوية وأي انفعال خطر عليه، لأن حالة الشرايين سيئة جدا. يعني إيه؟ بابا مش ممكن. بابا بخير لو حافظنا عليه، وللأسف لازم هو كمان يعرف حالته بالظبط علشان الدواء ما يفرقش يجيبه. عموما الدكتور هو اللي هيشرح له الموقف بنفسه. أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه منك ده، أنت أكيد بتكذب عليا. أرجوك اليومين دول خليكي جنب باباكي عقبال ما يخلص البرجين اللي مدوخينه. ما تشغليش بالك أنت، الشغل ماشي عالي والحمد لله، بس ريحي أعصابك اليومين دول وبلاش تفكري في غياب هاله. أنا أصلي صعبان عليا نفسي، ما كنتش متصورة أبدا أن أنا ممكن أهون على أولادي بالشكل ده. وأنا مش بنتك برضو يا ماما؟ وأنا ليا حد في الدنيا غيرك حبيبتي يا ماما. ده ترانك أكيد من هالة. اسمعي، لا عايزة أكلمها ولا أسمع صوتها. علي أنا برضو يا ماما. ألو لندن، مين بيتكلم؟ إيه مش هالة؟ مش عارفة يا ماما، صوت واحد غريب. وريني كده. ألو، أيوة مين حضرتك؟ أنا رؤوف صلاح الشرقاوي بتكلم من لندن. مش حضرتك برضو مدام هدى والدة هالة؟ أنا هدى، مين حضرتك؟ يا طنط بقولك أنا رؤوف صلاح الشرقاوي بتكلم من لندن. أنا بطمنك على صحة هالة هانم وصفوت بيه. وهالة فين؟ ما جاتش تكلمني ليه؟ جرالها إيه؟ فهمني فين هالة؟ صفوت بيه محجوز في المستشفى وهالة هانم معاه، وإن شاء الله بعد العملية هيكلموك هما الاتنين مع بعض. مع السلامة. ألو ألو، في إيه يا مام؟ في حاجة غريبة قوي بتحصل. هلا ليه ما كلمتنيش؟ ورؤوف ده بيكلمني بصفته إيه؟ وإزاي يجرؤ إن هو يكلمني؟ وفين هالة؟ لا أنا لازم أعرف بنتي جرالها إيه. يا مجدي اتصرف يا أخي، ما أنت اللي بتعمل كل حاجة يا مجدي، وأنا بدي لك الإذن أهو يا سيدي. مع السلامة. يا عبدو عبدو، إيه في إيه؟ أهلا يا ماما، اتفضلي. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. ولا حاجة يا ماما، أنا بس مريح شوية. مريح شوية وهتفضل طول عمرك نايم. اتفضل في الزقوم، قوم عايز أتكلم معاك. تحت أمرك يا ماما. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط لأختك، وأبوك ودها فين؟ ما حضرتك عارفة إنها مسافرة في شغل. مع رؤوف؟ رؤوف؟ رؤوف مين؟ وأنا زي العبيطة اديته فرصة إنه ينفذ خطته. خطته؟ خطة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة، ما أنت خلاص بقيت طرطور. اندهلي شكري ده هتهولي من ديله بأي طريقة. أنا لازم بنتي ترجع لإلاجي بأي تمن. هو فين شكري ده؟ شكري يا فندم تحت أمرك، ولو إن للأسف ماليش ديل. التعبان كله ديل يا شكري بيه. ميرسي يا فندم على الإطراء الظريف قوي ده. ما تنرفزنيش، أنت عارف كل حاجة. تقدر تقولي هما فين؟ فين هالة؟ هالة في لندن مع باباها، جنبه في المستشفى قبل ما يعمل العملية. يا سلام، بقى عايز تقولي إن صفوت كان هنا بصحته وفجأة جاله المرض هناك؟ لا طبعا، صفوت بيه كان عامل حسابه قبل ما يسافر من هنا إنه يعمل شوية فحوص، انما للاسف الدكاتره اللي لقوه تعبان وصمموا انهم يعملوا العمليه فورا. ورؤوف اللي كلمني في التليفون، ايه اللي وداه ورا هالة؟ قابل مدموزيل هالة هناك بالصدفه، راجل جنتلمان ما حبش يسيبها لوحدها محتاسه. يبقى من باب اولى اكون انا جنب بنتي وابوها، مش كده يا باشمهندس يا راجل يا شاه؟ يا ماما انا عايز اقول لك انتوا كده هتخربوا بيتي يا حاج. لا في خراب بيوت ولا حاجه، احنا متاخرين في التسليم، ولو ما حافظناش على كل ديه مش هنقدر نشطب في الميعاد. تمام، من فضلك انا عايزك لحظه واحده. اهلا يا هدى، لو سمحت يا كمال سيبنا شويه. حاضر. خير يا ماما؟ هشام قالك حاجه؟ ايه اللي حصل يا هدى؟ فهميني، انا استغربت لما قالت لي سماح. انا متلخبطه قوي، جوايا نار، انا لازم اسافر لندن باي شكل باي تمن. لندن؟ تعملي ايه هناك؟ اشوف بنتي جرالها ايه. طيب ممكن ناجل الحكايه دي كام يوم عشان نسافر سوا؟ هو انا حتوه يا همام؟ هسأل لحد ما اوصل. مش هيجيلي قلب انك انت تسافر لوحدك. خلاص نسافر سوا على اول طيارة. والشغل يا بابا، حضرتك لو سافرت مش هتلحق تخلص اي حاجة. انا عندي اهم من مليون شركة. يلا يا هدى عشان نحجز على الطيارة ونسافر في اسرع وقت.
ايوه بس يا بابا. خليك انت هنا واعمل لي اللي تقدري عليه. الحق الحق، الرئيس اسماعيل خد الانفار وشغلهم تبع صفوت بيه. صفوت بيه مش مهم. يلا يا هدى. لا لا يا همام، مش هنسافر. صفوت هنا وهناك في وقت واحد، ولو اديته فرصه وسافرت هياخد مكانك هنا. لو هلا في خطر تبقى هي الاهم. هلا خلاص، هلا خلاص دخلت في شبكه صفوت ويستحيل تخرج منها تاني. احنا مش هننتهي بقى من المشكله بتاعه توفيق دي، ما هو خلاص مر بالازمه بتاعته بخير وبقى كويس. ايه بابا، عنده قضيه مهمه جدا النهارده، لو نجح فيها مش هقف جنبه تاني خالص. يا ريت. اوكي باي. ترانك. هلا تورز، عادل عزيز سبيكينج. اهلا صفوت بيه، ازاي الحال يا فندم؟ لا هلا، كله في التمام. ايوه يا فندم، الافواج اللي انتوا بتتفقوا عليها بيجيلنا بيها تلكسات. هتشرفوا امتى ان شاء الله؟ بالسلامه. بون فواياج. ها راجعين؟ بكره ان شاء الله. ومالك بتقولها بزعل كده ليه؟ اهو بقالي شهرين عايش حياتي كاني في الماضي بالظبط. بس احنا عملنا انتاج كبير والعموله بتاعتنا خلتنا نقرب من احلامنا. يا ريت. باي باي. مع السلامه. حكمت المحكمه حضوريا ببراءه السيد عبد المتعال الجبري من التهمه المنسوبه اليه والزام المدعي بالمصاريف والاتعاب مع احتفاظه بكافه حقوقه المدنيه. يا اهل العدل، يا اهل العدل، ربنا يخليك لينا يا مان، ربنا يخليك لينا يا مان. شكرا قوي، الف مبروك. الله يبارك فيك. اتاخرت عليك غصب عني يا توفيق، الف مبروك. عموما انت الخسرانه، فاتتك مرافعه بمليون جنيه. لكن سمعت الحكم، الف الف مبروك. فضل ليك يا نوها في كل حاجه. بكره تيجي هلا من السفر وتستلمك مني صاغ سليم. هلا. ايه مش فرحان ليه؟ اتصوري من يوم ما سافرت بقى يجي اكتر من شهرين، لا اتصلت بالتليفون ولا حتى بعتت جواب صغير. معقول يا صفوت بيه؟ دي على كده شركة هالة هتحتكر الموسم السياحي كله. أنا شخصياً مش هسيب هالة ولا هشام إلا لما يبقوا في القمة. هشام في المقاولات وهالة في السياحة. السفرة جاهزة يا صلاح بيه. اتفضل يا مدام هدى، اتفضل يا صفوت بيه، اتفضل يا هشام بيه. على فكرة أنا بهنيكم على إنكم خلفتوا بنت أمورة زي هالة. ابني عارف يختار بصحيح. لا وعندنا كمان هشام رجل اعمال عظيم. يا ريت لرؤوف اخت، كنت خدت منك عيالك يا مدام هدى وسبتكم انتوا الاثنين مع بعض لوحدكم. يا ترى عاملين لنا ايه على الغدا؟ كل اللي انت عايزه. اتفضل. اتفضل. تعالي يا ماما، عايزاكي تقعدي جنبي. انا عايزاكي في كلمتين. تحت امرك يا ماما. انا شايفاكي سعيده قوي، وده طبعا الشيء اللي بتمناه، لكن مش قادره اصدق.
انا نفسي مش مصدقه السعاده اللي انا عايشه فيها. طب ازاي يا هالة؟ رؤوف مش مخليني محتاجه اي حاجه يا ماما. هو صحيح ما يتعبش، بس ازاي جت بسرعه دي؟ هالة متهيألي حبيبي الاكل هيبرد. حالا جاي. اتفضلي يا ماما. الكلام هنا ما ينفعش، انا عايزاكي تجيلي البيت باسرع ما يمكن. حاضر يا ماما، بس يعدي يومين لحسن هموت واشوف بابا همام وسماح. بس اعملي حسابك بعد الاكل هنطلع الاوضه. والله ما انا عارفه هقول لهم ايه لما اشوفهم. اكيد هيفرحوا الفرح يا ماما. مش ممكن يا بابا هالة تكون عملت كده وهي فوعية بقى. هالة تتجوز واحد غيرك يا توفيق؟ طب ازاي؟ مش ممكن. مش عارف اقول لك يا ابني، انت حطيت ايدك في ايدي وخطبتها مني، لكن زي ما انت شايف مفيش في ايدي حاجه اعملها. طب كانت تقول انا يعني ما كنتش هتجوزها بالعافيه؟ بس كان شنو لازم الاحراج ده كله؟ حقك دين في رقبتي يا ابني، واللي يطمر بيه انا هعمله. انت عارف يا عمي ان انتوا مالكوش ذنب في كل اللي حصل ده، بس كل اللي مضايقني ليه؟ ازاي ده انا موصله للمطار كانت بتعيط، كانت بتعيط عشان مش عايزه تسيبني، ترجع متجوزه واحد تاني. طب حد يفهمني، انا مش عايز بس غير حد يفهمني ليه ده حصل وازاي. انا كمان يا ماما مش عارفه ازاي ده حصل. فجاه لقيت رؤوف قدامي، انسان فيه كل المواصفات اللي تتمناها اي بنت في عريسها. وتوفيق خطيبك. توفيق؟ هو عامل ايه دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله كويس قوي، اترفع في 7-8 اواضي وكسبهم كلهم. شفتي يا ماما؟ شفتي الفستان ده؟ شفتي جميل قد ايه؟ رؤوف اشتراهولي رغم انه غالي جدا، ده ب $5,000. رؤوف اشتراهولي عشان شفته على واحده وعجبني جدا، رغم انه عارف ان انا مش هلبسه. ايوه، عامل زي فساتين البالماسكيه حفلات التنكريه اللي بيغطوا فيها وشهم. ليه يا ماما دايما تحسسيني بالذنب؟ اللي عايز اعرفه ازاي ابوكي خلاكي صوره تبقى الاصل منه؟ ارجوك يا ماما، انا خلاص اتجوزت، انا لازم اروح لصفوه اشوف عمل فيكي ايه. لا يا ماما ارجوكي، اوعي تقولي لبابا اي حاجه ممكن تزعله. بابا بيمر بفتره صحيه سيئه جدا، الدكاتره في لندن ما قدروش يعملوا له العمليه لانه ممكن يموت فيها، وهو دلوقتي عايش على مسكنات وشويه ادويه يا دوبك معيشاه. طب يتقي الله في الولد الغلبان ده. ارجوك يا ماما، انا اخترت رؤوف بارادتي ومش هسمح لاي حد انه يتدخل في حياتي بعد كده. انا اللي بتقولي لي الكلام ده؟ انا اسفه يا ماما، انا ما قصدتش المعنى اللي انت فهمتيه. ولا تقصدي. مبروك يا عروسة. ماما اتصاحبي.